صياد أسترالي يبلغ 57 عاماً يلتهمه تمساح طوله 4 أمتار واسمه مايكل جاكسون، حيث كان الرجل يصطاد في شمال أستراليا ولم يدرك الخطر المحدق به، وبينما كان يحاول رمي الصنارة بغته مايكل جاكسون وسحبه إلى الماء، وقد شهدت زوجته على الحادثة وقامت بالاتصال بالنجدة. وصلت شرطة الغابات في حوالي الساعة 9:30 وأطلقوا النار على مايكل جاكسون فمات. عثر على جثة الرجل في بطن مايكل جاكسون التمساح، وتعد هذه الحادثة الرابعة من نوعها في الأراضي الشمالية خلال 12 شهرا الماضية.